السيدات والسادة أهلا بكم في خضم الحديث عن التطوير والإصلاح يقفز ملف امتحان الثانوية العامة إلى السؤال من جديد فبرغم التأكيدات من الجميع على ضرورة التحسين في نظام التوجيه إلا أن السؤال الأهم هو مساحة الحركة في الامتحان الأول وطنيا بين الإبقاء عليه كما هو أو تعديله أو استبداله من هنا فإننا نتساءل في حلقة الليلة عن مساحة الحركة والتغيير في امتحانات الثانوية العامة ما هي القدرة على الإصلاح في هذا الامتحان وما هي أشكال التغيير الممكنة وما إمكانية الإبقاء على ما هو جيد فيه وما يمكن تطويره فيه من هنا فإننا نستضيف في حلقتنا لهذا المساء كل من معالي الدكتور وليد معاني وزير التربية الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق أيضا ومعالي الدكتور فايز السعودي وزير التربيه والتعليم الاسبق وايضا الاستاذ مصطفى الرواشد نقيب المعلمين وعضو مجلس النواب اهلا وسهلا بكم جميعا اهلا وسهلا آه معالي الدكتور ويد المعاني يعني تسمح لي ابدا معك كتبت امس ما يلي تقول في بوست على صفحتك اظن الفيسبوك اعتقد ان سهوله الاسئله ونمطيتها وطرق التدريس التي عفى عليها الزمن هي السبب في المعدلات المرتفعه وليس اسلوب الحفظ ماذا تقول؟ <applause> شكرًا جزيلًا على الاستضافة أولاً <applause> الحقيقة أنا بعبر عما نتج لدي أو توفر لدي أو تراكم لدي من خبرة في في هذا الموضوع من المشاهدات وبشير في نفس الموضوع على تصريح اليوم كأنه في الجريدة لمصطفى بيك على نفس الموضوع سيدي إذا أنت الإنسان إذا ما عرف يضع السؤال بالطريقة الصحيحة ولا يرتبه بالطريقة الصحيحة يستطيع أي إنسان أن يجيب عليه لتركيبته السيئة لطريقة وضعه السيء لعرضه السيء وبالتالي يجب أن يضع الأسئلة أناس محترفون لا. الآن أنت لما تخلي الطلاب يتعودوا على نمطيه معينه من الاسئله، الطلبه كلها بتتوجه لمحاوله الحصول على العلامه باجابات تتعلق بالطريقه اللي انت بتطرحها، فاذا بتطرح عليهم اسئله ما هي عاصمه كذا واجمع كذا مع كذا، هذا اللي هو السؤال المطروح اجابته تعتمد على الذاكره فقط، كل ما كانت قدره الطالب على الحفظ الحفظ كل ما جاب علامه اعلى الان ما دامنا احنا ما بنطرح اسئله استنتاجيه ما بنطرح اسئله تدل على تحليل معناته انت تارك المجال تماما للطالب اللي القدره على الحفظ والصم احنا ما بنستخدمش للاسف في الاردن ولا ادري انا كنت في في موقع المسؤوليه في الوزاره ولا اعلم اننا نستخدم معامل الصعوبه في الاسئله أو معامل التمايز في الأسئلة، يعني لما نحط الأسئلة ويجاوبوا الطلاب ما بنيجي بناخذ الطلاب وبنقول الناس اللي عندها أو الأسئلة اللي فيها معامل صعوبة شديد احذفوا أو اللي فيها معامل صعوبة ضعيف احذفوا خلي معامل الصعوبة خمسة من عشرة أو المعامل التمايز ما بصير سؤال يجاوبه الطالب الغير جيد مع أنه السؤال صعب وسؤال سهل جداً ما يطالب الطالب الجيد صحيح. يجب أن يكون هناك طريق وبالتالي أي حلول أو أي مقترحات أو أي تطويرات من ضمن ما ستشمل يجب أن تشمل طريقة وضع, وضع الأسئلة وطبعاً هذا صحيح. بيكون مبني على طريقة وضع المناهج وعلى طريقة صحيح. التدريس نفسه راحين نرجع أكيد لديك حصيلة الخبرة كما تفضلت وفرت لديك بعض الآراء في تطوير الامتحان دكتور فايز يعني حضرتك قبل ما تكون وزير التربيه والتعليم كنت مدير الامتحانات ايضا تقييمك لتطوير امتحان الثانويه العامه اهميه المشاوره مع المجتمع وقد اجريتم جزء من هذه المشاورات انت والدكتور وليد لما كنتم تحبوا طور التوجيه شكرا جزيلا دكتور مهند بالتاكيد تطوير الثانويه العامه يعني هم وكان تحدي بالنسبه لوزاره التربيه والتعليم لفتره طويله واعتقد انه ليس تحديا فقط لوزاره التربيه والتعليم بل لجميع المواطنين الاردنيين لانه هناك يعني معاناه كبيره من هذا الامتحان وافرازاته المختلفه. بس انا بدي اتحدث عن امتحان الثانويه العامه، هي القضيه ليست قضيه تطوير ورقه امتحانيه هي تطوير عمليه متكامله تطوير كل ما يتعلق في العمليه التعليميه. حينما نتحدث عن الامتحان كامتحان وسلبياته بالرغم انه هناك ايجابيات لامتحان الثانوي العامه يعرفها الجميع. لكن هناك افرازات مستمره وتزداد يوما بعد يوم. يمكن واحده من الملاحظات تحدث فيها معالي الدكتور وليد أن المعدلات العاليه. المعدلات العاليه سببها انه امتحان التوجيه هو امتحان تحصيلي. يركز على جانب استرداد المعلومه والحفظ والتذكر وللاسف الوزاره يعني في وقت سابق كانت تضع اسئله بمستويات المهارات العليا لكن بسبب شكوى الناس واعتراضهم على هذه الاسئله اصبحت قليله وبعض الاحيان يتجنب تتجنب الوزاره وضع مثل هذه الاسئله يوم بعد يوم حتى في بعض السنوات السابقة وضعت أسئلة إلى حد ما فيها مهارات متوسطة وكان في اعتراض كبير على هذه الأسئلة وبالتالي إذا بتلاحظ مع الأيام كل ما يجي يوم بتكون الأسئلة أصلاً يعني أصلاً. في مستوى بسيط جدا لا يتعدى حتى المستوى التركيب إذا بدنا نحسب إحنا على مستويات بلوم في في وضع الأسئلة بشكل عام. يعني من مين بيخشوا خشية من مين لا هو مش خشية هو بتعرف عادة واضعي الأسئلة والوزارة ما بدها يعني اعتراض على, على امتحان الثانوية العامة ويعني دائما تسعى أن يكون هناك رضا على الامتحان وبالتالي كل سنة بتكون الأسئلة أسهل من السنة اللي قبل وبتجنبوا الأسئلة الغير مباشرة حتى حتى يعني يتقوا أو يبتعدوا عن اعتراضات المواطنين على الامتحان وبالتالي ترتفع المعدلات إذا بتلاحظ أنت من عشر سنوات كل سنة الأول مثلا في سنة كان 98 و6 بالعشرة سوى. بعدين صار 99 العام 99 و6 بالعشرة السنة أنا متأكد أكثر يمكن بواحد بالعشرة م. هاي نقطة بس شو, شو السبب؟ السبب أنه ارتفاع المعدلات والتنافس الكبير على بعض التخصصات في الجامعات كما تعلم بانه التنافس صار كبير على تخصص الطب والهندسه والناس بيسعوا دائما الى هذه التخصصات. طيب. الان اذا بنتحدث عن التطوير يجب ان لا نتحدث عن تطوير ورقه امتحانيه. يجب ان نتحدث عن تطوير كل ما يتعلق في العمليه التعليميه. الامتحان للاسف وضع في قالب ليس هو القالب الحقيقي. الامتحان هو جزء من التقويم والتقويم الهدف منه تحسين التعلم وليس وضع علامه. يعني هذه نقطه مهمه. وبالتالي حينما وضعنا الامتحان بشكل عام امتحانات التوجيه أو الامتحانات المدرسية الأخرى وضعناها بقالب آخر قالب أنه إحنا بدنا نقيم الطالب نضع له علامة ليس الهدف عادة في التقويم ال 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 الواقعي يعني أنه أنا أعطي علامة أنا الهدف أن أحسن التالي. التعلم وبالتالي يظهر فيه تحسن في سلوكات وممارسات الطالب طيب ربما نعود لبحثة بشكل أعمق معك بس ايضا في الجوله الثانيه من الاسئله استاذ مصطفى يعني كنقابه معلمين في خضم كل ما تقومون به من عمليات تطوير ورش وندوات ابديتم تحفظات على ملاحظات تطوير التوجيه او على مشاريع تطوير توجية طرحتها الوزاره ما هي تحفظاتكم ما هو رايك في عمليه تطوير التوجيه وهل ما يتحدث به تتفق مع ما تحدث به الضيفين مساء الخير دكتور لك يعني. وللساده المشاهدين ومساء الخير ايضا للضيوف الاعزاء بداية أتفق تماما مع ما طرح. بداية لابد من الحديث عن الأسئلة، أسئلة الثانوية العامة عام بعد عام حقيقة تتراجع، والدليل على ذلك كنا نقرأ في أسئلة ورقة الاختبار الثانوية العامة، قارن، علل، حلل، استنتج، مثل هذه الأسئلة الآن نجدها ندرة أن توجد في ورقة الامتحان. معظم الاسئله تركز على القضيه المعرفيه فقط ومسأله الحفظ والترقيم، هذه من السهوله بمكان الطالب ان يجد الاجابه لمثل هذه الاسئله. هذا جانب من المشكله، اذا السؤال الجيد وصياغه السؤال الجيد اضافه الى ما ذكروا معالي الدكتور وليد مسأله معامل الصعوبه ومعامل التميز ايضا عند صياغه الاسئله يجب ان ان يكون هناك حقيقه تصنيف للاسئله. اسئله التحليل ما هي نسبه علامات اسئله التطبيق ما هي نسبه علامات اسئله الحفظ والتذكر والفهم والاستيعاب ما هي نسبها في العلامات هذا لا نجده على الاطلاق وانا من لا نتكلم عن الثانويه العامه ايضا نتكلم عن الصفوف الاساسيه والمرحله الاساسيه والمرحله الثانويه هذا له اسباب عديده ولا مجال لذكرها في هذا الوقت ياتي على راس الاولويات فيها مساله التاهيل والتدريب فيما يخص الفهم العميق والدقيق لمسألة صياغة السؤال الجيد وأسباب أخرى أعتقد بأن الثانوية العامة ومخرجات الثانوية العامة كل عام بعد عام آخر وحقيقة هذه حتى نعترف حقيقة هناك تراجع في مخرجات الثانوية العامة اليوم كنت في ورشة وهي هناك في هذه الورشة هناك دراسة تؤكد بأن الطالب الأردني نعم خاصة في الصفوف الأساسية تنقصه المهارات، نعم هو يلم بالمعرفة لكن المهارات والدليل على ذلك مهارة القراءة والكتابة لا يتقنها هو يحفظ المعلومة لكن لا يتقن مهارة القراءة والكتابة بشكل جيد وباللغة الإنجليزية كذلك. إذا علينا مثل ما تفضل الدكتور فايز ايضا علينا ان نفكر بصياغه تصور شمولي لنخوض بالعمليه التعليميه طيب ومن ضمنها الثانويه العامه بالنسبه للثانويه العامه نقطه مهمه ارتفاع المعدلات أعزي ليس للسؤال ايضا ان مساله الغش ايضا هي سبب في ارتفاع المعدلات عدم تكافؤ الفرص بين الطلبه ايضا هو سبب في ارتفاع المعدلات نت وله اسباب ايضا اسباب عديده منها اسباب رايحين نحكي عنها شو رح, رح نتكلم عنها هل... بس خلينا نشوف راي الطلاب أو وراي نعم. الاراء اللي وردتها كاميرا البرنامج مع مجموعه من المواطنين نتابع هذه الاراء وثم نعود للحوار ابقوا معنا اعزائي المشاهدين انا كنت ناجح في الثمان مواد معدل 82 فجاه يعني انه بروح افتح على النت اطبع الشهاده بلاقي أن حالة حامل ثمان مواد لان انا دائما كل سنه معدلي ما بقل على 95 وهي السنه تفاجات انه معدل 83 يعني انا بطالب لكل الاهل اللي هم بيطالبوا يعني حتى لو احنا ماشي في ناس حاملين مواد وفي ناس معدلاتهم مش عاجبينهم طب ماشي بس ورجونا دفاترنا يعني احنا مش طالبين منكم إشي احنا في عندنا طالبنا جاب 91 كنا نتوقع يجيب 96 في مواد متفاوته يعني مواد علوم الارض جاب فيها 109 من 110 فلما قدم كيمياء كان متوقع فول ماركت علامه كامله فالان نلاحظ علامته نزلت لل 80 وبعض المواد الانجليزي نحن قدمنا شيء بالامتحانات ومتاكدين من تقديمنا نزلت لنا علاماتنا شيء ثاني يعني طلاب متقدمين امتحان علوم الارض بجيب 100 من 110 نزلتهم مكمل فيها، في طلاب محرومين من مواد وناجحين في المواد هم محرومين، وفي طلاب عليهم اكمالات فصل ثالث وراسبين وعليهم مادتين طالع عليهم ثلاث مواد طبعا نحن ما بنحكيش شيء يعني هسه فرضنا نروح ناخذ كشف علامات بحكوا كشف علامات ما في لان اعتراض اعتراض على ماده طبعا واحد ما بيحكي شيء، القوات الامن، قوات الدرك كل وقاعد بدون بواجبه، يعني ما حدا بيحكي شيء، والله يعطيهم الف عافيه، بس ما بنحكي شيء يعني. نعود اعزائي المشاهدين وبنذكر بسؤالنا التفاعلي هو كيف يمكن تعديل نظام التوجيه برايك ننتظر وصول تعليقاتكم ارجع اليك معالي ابو طارق كنت قد طرحت يعني اثناء وجودك في وزاره التربيه والتعليم في الوزاره الاخيره عندما كنت فيها عندما كنت وزير التربيه والتعليم تصور او محاوله لي واشركت الناس بالحوار اظن حتى يمكن وجبه اولى من الحوار وجبه ثانيه ربما كانت في وزاره متغيره صح يعني كيف ما هي اسس ما هي رؤيتك للتطوير اذا سمحت؟ سيدي اذا بتسمح لي قبل الرؤيه للتطوير خليني اسال احنا ليش بدنا شهاده درس ثانوي؟ اولا أبدا بارك لكم انه عمرها 50 سنه اليوبيل الذهبي لشهاده 60. الثانويه العامه مش الماتريك 50, 50 سنة. سنه مع الجامعه الاردنيه سنه 62 ف 50 سنه هي السنه هل الشهادة التوجيهي بنستخدمها لاثبات ان فلان خلص 12 صف وهو كويس وتعلم؟ إذا كان هذا الجواب ما لوش لزوم نسوي الامتحان لأنه في شهادة إكمال الدراسة بتطلع على المدرسة السؤال الثاني هل هي تستخدم للتوظيف وما قصد الموظف اللي بده يسألك أنت معك توجيهي ولا لا ليش؟ هل بده يثبت كفاءة كتابة وقراءة إذا كان بده يثبت كفاءة قراءة وكتابة برضو شهادة المدرسة بتكفي حقق هذا الهدف الثالث ما بظلش الى الهدف الثالث، شهادة الدراسة الثانوية الآن هي امتحان قبول للجامعة. أوكي؟ هل هو هذا الامتحان المطروح للقبول؟ أنا وجهة نظري نعم، لأنه امتحان معياري موحد ممتاز. خلينا يصلح, يصلح. يصلح في الشكل الأول. هلا احنا مرتبطين عاطفيا بالتوجيه. وشهادة الدراسة الثانوية من الخلفيات القديمة أنا والدي معلم وأغلب الناس اشتغلوا بالتعريبي والتعليم وإلى آخره وبالتالي في عندي ارتباط عاطفي عشان تتخلى عن الإشي المرتبط فيه ارتباط عاطفي أنت بتتضايق شوي وبالتالي أنا في عندي بحن على التوجيه وشهادة الدراسة الثانوية أنا اللي قلته أنه إذا أردنا أن نقيم الطالب ونعرف هل درس مضبوط به 12 سنة؟ هل توفرت لدي حصيلة علمية بحيث أجي على هالعدد من الطلاب وأقدر أقول هذا هو أحسن واحد فيهم وهذا أسوأ واحد فيهم آه ترتيباً لازم أحط الأدوات اللازمة لقياس اللي أنا أعطيته إلهم إذا كان اللي أنا أعطيته إلهم كويس وقسته كويس رح يطلع طالب كويس في النهاية أما إذا أنا بعطيهم طوال 12 سنة أشياء سيئة انا شو ما قصت بامتحان رائع النتائج النتائج مش كويس فاحنا اجينا انا قلت ولا زلت اقترح واقول واحيانا بختلف مع الناس انه يجب الا نقول ان هذا نجح في التوجيه وهذا رسب في التوجيه طب شو يعني. رايك توقف فون وناخذ الفاصل لازم عندنا فاصل عشان نرجع نخليك تحكي براحتك مع طارق فاصل اعزائي المشاهدين ونعود لمتابعه الحوار نعود اعزائي المشاهدين لمتابعه الحوار وكنا بنحكي مع علي بطارق انه الان صار ناجح او راسب يعني انا مش أه اكبل يعني ليش نقول فلان راسب وفلان ناجح ليش ما نحط له على هالورقة علامه وهالشخص يقرر انه بده ياخذه بده ياخذه ولا لا هي العلامه بتحدد شخص الشخص الامر الثاني اللي انا يعني بجوز بختلف فيه مع دكتور علي, علي وبجوز اختلف فيه مع مصطفى بيك على قضية أدبي وعلمي، ليش اسوي فلان أدبي واسمي فلان علمي واسمي فلان صناعي؟ انا بخليه ياخذ المواد اللي بده اياها، خليه ياخذ عشر مواد، إذا أخذهن في الاتجاه الأدبي بروح فهو بروح, بروح على في الجامعة الأدبي، وأخذهم في الاتجاه العلمي بروح على الاتجاه، بس ليش اسمي فلان أدبي وفلان علمي وبعدين أجي لما فرض أحكي عن العنف الجامعة أقول إن الذين يدرسون الأدبي هم مصدر الأدبي وهم أصدر يعني وبالتالي اللي أنا كنت بشوفه أنا بعتقد أنه يجب أن نأتي إلى الصف العاشر أول. أولا المناهج كلها بدها إعادة غربلة التكرار الحشو الكذل إلى آخره المفاهيم الجديدة تدخل ونزغر الكميات وأنا أدعو وإن شاء الله يكون في لجنة التربية بمجلس النيابي إن شاء الله يكون في وزارة التربية والتعليم من يدرك أو يسمع أو يحاول أن يو 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 يعمل في في نمط انه مواد تعبر السنوات ما إلها لزوم، يعني انا وجهه نظري انه انت ادرس مادتك وخلصها واتركها، بس ما في ماده تاخذها في سنه 11 وماده تاخذها في سنه 12 وتجرجرها معك، الصف العاشر نعتقد بجوز نعود الى رايي انه نعود للامتحان القديم ونفرز الطلاب، نقول في طلاب بيستطيعوا يكملوا في الاكاديمي الفرع ناس, ناس بيروحوا على شيء مهني ليس الفوكيشنال تريننج بمعنى ليس التدريب والتشغيل مش كان في في شيء زي في تدريب مهني وفي تدريس تقني ويجب انه نفرق بين ما هو المهني وما هو التقني الفوكيشنال والتكنيكال يجب ان يكون تدريب هلا اللي بيجوا عندك بي على الصف الحادي عشر يجب انك تطرح عليهم مواد تدرس وتنهى في فصل واحد فخلي وقول له انا بدي اقسم اللي هو المقترح اللي اخذوا اشتغلوا عليه وطوروا انا بعتقد انه يجب انه نقول المعرفه تتقسم الى ست حقول الى سبع حقول الى عشر حقول قد ما بدك وهذه الحقول المتطلبات لها ما يلي عشر مواد بس عشان تروح تدرس طب او احياء او صيدله او اشياء طبيه احنا وانت معي دكتور عندنا على الشاشه خمس سيناريوهات لتطوير التوجيهي اللي ربما كانت حاصلة تجارب وهي صحيح. ايضا في خلفك نعم صحيح لكن أوضح صحيح اوضح اللي هي رقم احتساب نسبه السيناريو الاول احتساب نسبه نسبه من العلامه المدرسيه للطلبه وادخالها ضمن المعدل العام وذلك بعد معالجتها احصائيا بحيث تتوافق هذه النسبه من الى درجه كبيره مع معدل الطالب في امتحان الثانوي العام وهنا يمكن الاستعانه بخبراء في الاحصاء والقياس تعزيز ممكن التعليق عليها هاي؟ نعم سيدي هاي جربت وانا بعتقد انه لا يستطيع المعلمون وانا متعاطف معهم تماما أن يتحرروا من الضغط المجتمعي بحيث أنه يضع العلامة اللازمة للطالب في السنتين أو الثلاثة الأخائر في المدرسة لانه اذا كانوا هذول بدهم يقرروا مصير. مصير. الطالب وين بده يروح راح يتعرضوا لضغوط ولما جربت وذكرني مصطفى والدكتور فايز مع حفظ الالقاب قديش كانت علمت انا بنذكر انها كانت كلها 19 من 20 لما جمعت وبالتالي ينادى بها الان انا بعتقد انه في مجتمع زي المجتمع الاردني بيعتمد صعب. صعب تطبيق طيب قضية المدرسة رأي دكتور فايز بهذا طيب. السيناريو بهذا السيناريو لا احنا يعني خلينا نتحدث يعني بشكل عام وعشان نكمل في السيناريوهات طيب ما ما في مشكلة أنا بكمل لأنه السيناريو يعني بدي أتحدث عنه قليلاً يعني احنا في وزارة التربية والتعليم لدينا معرفة متراكمة لدينا خبرات متراكمة من فترة طويلة وعملنا عليها جميعا يعني معالي الدكتور وليد وفيما بعد الى ان وصلنا وبدانا نتحدث عن طريقه تكامليه لتطوير التعليم بيكون جزء منها الثانويه العامه. طيب ما رايك بالسيناريو هذا طيب يعني عرضنا السيناريو أول. شوف السيناريو هذا بصراحه التقويم الحقيقي هو التقويم الذي ياخذ جميع جوانب اداءات الطالب. لأن حينما نتحدث عن امتحان قلم ورقه نتحدث عن جانب التحصيلي. أين ذهب الجوانب الأخرى؟ نتحدث وتحدث الأخ مصطفى وقال إنه طلبتنا ضعيفين في المهارات. صحيح. كيف يستطيع الطالب أن أن يتمكن ويمتلك مهارة بدون أن يكون هناك وسيلة تقويمية لامتلاك المهارة؟ طب خلينا نشوف هذه قضية مهمة. لذلك معك لذلك, لذلك لما نقول عشرة, بالمئة. عشرة أنا مع أنا مع تحفظ الدكتور وليد في ظل الظروف الحالية يمكن بالمستقبل يصير في مجال نتحدث عن مرجعيات ثابتة دقيقة. من اجل احتساب علامه المدرسه، طبعا. لانه لا يجوز ان يكون فقط التقويم لجانب الجانب الفكري وليس الجوانب داخل الأخرى دخلوا دكتور مهند دخلوا في أن السيناريو في الثاني هي اذا موجود. في التدريس ما في تدريس مهارات ولا تعليم مهارات. انا بدي اسوق مثال دكتور على أه. أه. مساله المهارات. تفضلوا فضل بس خلينا نحكي على السيناريو في الثاني. المدارس الغالبيه العظمى هناك كراسه خط موجودة في المدرسة غير مفعلة على الاطلاق خلينا يعني نحكي عن نبرزها احسن ابو عمر بس بس نخلص من السيناريو هذه آه مهمة جدا السيناريو مهند السيناريو بلحكي السيناريو الثاني يعني. بيقول الاكتفاء بنجاح الطالب في بعض المباحث غير الاساسية وان لا تدخل النتيجة في المعدل العام بمعنى ان تكمن ان تكون نتيجة الطالب اما ناجح او راسب ويقتصر احتساب المعدل على المواد التخصصية فقط وهذا من يعني شانه ان يقلل الوقت والجهد في الدراسة خاصه بعد التواري الشكاوي شوف السيناريو الثالث مباشره مشان نعطيكم فرصه التعليق عليهم كلهم الثالث ان يتقدم الطلبه لامتحان الثانويه العامه بالمستوى الاخير من كل مبحث ولمره واحده في كل سنه دراسيه غير انها اكدت ان هذا المقترح للوزاره طبعا قد يلزم وزاره التربيه والتعليم اعاده النظر في تنظيم المناهج التعليميه الحاليه بحيث يتم التركيز على المفاهيم الرئيسيه لكل مبحث التي سيتقدم فيها الطلبه في الامتحانات بس دكتور أنا يعني نأخذ أبو عمر عشان أعطيك فرصة في على, على, النقطة الأولى مسألة أو. احتساب المدرسة للعلامة هذه القضية حقيقة غير واقعية الأول ترجع ولا ترجع مجال آه. لتطبيقها في واقعنا لا, لا يمكن تطبيق السيناريو الأول الأول بالحقيقة ستعطى نتائج سلبية طيب. و وبالتالي سنرجع إلى نفس الإشكالية والضغط المجتمعي الضغط يعني و... المجتمعي وستجد معظم المدارس في القطاع الخاص والقطاع العام تعطي أعلى العلامة نتيجة ضغط اجتماعي قضية المواد الاختيارية لماذا نجعلها اختيارية؟ ون راجح ناجح او راسب يعني مساله النجاح والرسوب لماذا لا نركز على المواد التخصصيه لكل فرع ان كان هناك مسار التعليم. احنا مع اعاده النظر في مسارات التعليم وخصوصا فيما يتعلق بالتعليم المهني بالذات. مساله التعليم المهني حقيقي غير موجود، الان فرع الاداره المعلوماتيه في الاردن بلع كل التخصصات الاخرى. واصبح حقيقه الان فرع الادبي العلوم الانسانيه خلص. انا انا بتزم لك في العديد من الويتنا انتهى تماما لا يوجد ادبي كيف ما لنا طلاب بعض كيف لنا ان نعيد الحياه والروح الى تخصص ادبي هناك افكار عديده في هذا المجال وبشكل سريع اسوق هنا واقول يمكن لنا دمج تخصصات الاداره المعلوماتيه وجعلها مواد اجباريه في العلمي والادبي هنا وفرنا فرص عمل لمن درس هذا التخصص وايضا وجد عمل لمن هو في الميدان الان وسندفع بالمبرر الذي يطرح لماذا يلغى الاي تي لا يلغى تبقى مواد الاي تي مواد منها اجباري ومنها اختياري يستطيع الطالب ان يختار منها وهنا نعيد الروح للادبي ونعيد الروح ايضا للفرع العلمي بالنسبه للمسار المهني الان في خطه من الوزاره وانا اتفق معها الخطه المطروحه من الوزاره فيما يتعلق بالمسارات المهنيه هناك الخطة تتوجه إنه في هناك عدد من الطلاب بعد الصف العاشر يذهبون إلى المهن مثل الطراشى والدهان وغيره والحداده هذا طبعاً يكتسب حرفة صراحة. ومهنة وهناك أيضاً علوم تطبيقية اللي مكي. هي الكهرباء والميكانيك هي ذهب في الفرع الصناعي ولا يقبل في الجامعة إلا ضمن هذه التخصصات يمكن لنا بذلك حقيقة تصحيح الوضع بالنسبة أه. للخط والمهارات؟ الخط والمهارات أنا أجزم من خلال تجربة أنه كراس الخط لا يستخدم إلا ما ندر علما هذا الكراس موجود يستطيع لو فعل بشكل صحيح وفعلت حصة الخط في اللغة العربية أعتقد سنكسب الطالب مهارة الكتابة سيعرف الهمزة سيعرف حقيقة رسم فوق الحرف الصدر تحت الصدر رسم بس الحرف بس هنا وأستذكر هنا مثال اليوم ذكر لي أحد الأصدقاء صحح ورقة لطالب في الجامعة الأردنية ومعدل هذا الطالب 83 عندما صحح هذه الورقة وجد بأن الكتابة طريقة كتابة الحرف كلها أخطاء سأل الطالب طيب معدلك 83 و وكتابتك للحروف خاطئة إذا يعني المعرفة تختلف عن المهارات إذا يجب أن يعني تقترن المعرفة والمهارة بنفس المستوى نقطة أخيرة على الثانوية العامة صحيح اختبار الثانوية العامة والتوجيه في الأردن له سمعة على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي وأنا لست مع أن ننهي الثانوية العامة لابد أن يبقى التوجيه طيب. لكن مع تطويره وتحديثه صحيح. خلينا نشوف السيناريو هذا الرابع إذا سمحتوا لنا والخامس سريعا وعشان نعلق عليه ننهي هذا التعليق على السيناريو خلينا نأخذهم شباب طيب السيناريو الرابع وجود مواد اجباريه واخرى اختياريه في امتحان الثانويه العامه بحيث تدخل علامات المواد الاجباريه في النتيجه النهائيه للطالب، اما الاختياريه فيتم احتساب اعلى علامتين لكل مبحث كما هو الحال في الفرع العلمي الان مع اعطاء وزن اكبر للعلامات في المواد التخصصيه تشكل اساس بناء قدرات الطلبه وفرز مستوياتهم. السيناريو الخامس ان يكون على مدار سنتين توجيهي بدءا من الصف الاول الثانوي وحتى الصف الثاني ثانوي وتقسيم المباحث على أربعة فصول يتقدم الطلبة في بعض المباحث في الصف الأول الثانوي فقط غير أنه يتم التركيز في الصف الثاني الثانوي على المواد الرئيسية لكل مباحث معالي أبو طارق شو رأيك؟ أه سيدي جلسة وإحنا نتحدث في شفافية وفي صراحة أنا لا أتفق مع أي من الخمسة هذول كما هو أنا بعرف أنه مجلس التربية أقر عندما كنت أنا وزير تربية وتعليم بعرف معالي التطوير للتوجيه بالطريقة اللي كانت مقترحة في ذلك إنما لم يستكمل الأمر بس مجلس التربية أقر أقر المجلس أقر المجلس وكان يقول المجلس ما يلي هناك مواد يجب على كل طالب أردني أن يدرسها يجب عليه أن يدرسها وهي اللغة العربية واللغة الإنجليزية و خلينا بلاش نسميها الثقافة العامة لأنه هاي بتسبب مشاكل للطلاب خلينا نسوي شيء له علاقة ب تربية مدنية الوطنية أو إلى آخره والدين الإسلامي للطلبة يعني يقول أربع أربع مواد هذه اسمها حزمة وطنية يجب على الجميع أن يدرسوها وبعدين ما بقول أنا بدي ندرس ندرس عربي على سنتين ولا بدنا ندرس انجليزي على سنتين وعربي متقدم وعربي متاخر والى اخره، ماده بخلصها الطالب، لازم يكون واصل لهذاك الصف وهو دارسها ومخلصها بس احنا قاعدين بن بنجيزه بنقيمه الى اخره. بالاضافه الى ذلك هذه الماده الاجباريه اللي هم اربع مواد يجب على الطالب انه يدرس ست مواد، هلا بدك تعطيه ثمانيه ويختار ست منهم او الى اخره، بس انا بدي اياه يدرس ست مواد. اذا كان بده يدرس مواد لها علاقه بالطب وجماعته هي الحزمه تبعتها، اختار منها انت يا طالب. اختار منها انت يا طالب شو هي المواد اللي بدك تدرسها. اذا بدك تدرس العلوم الهندسيه كلها او ما شابهها بتحط معها بجوز علوم اساسيه هي الحزمه تبعتها اذا بتدرس بدك تدرس الشغلات اللي لها علاقه بالاداب ومشتقاتها والى اخره والقانون هي الحزمه تبعتها تقسم المعرفه الى ست سبع مجالات بيجي الطالب في بدايه الصف الحادي عشر بيقول انا مجبر على هذه الاربع مواد وهذول انا بدي ادرسهم بالصف الحادي عشر، وزاره التربيه والتعليم ملزمه ان توفر الصفوف الكافيه والمعلمين الكافيين حتى لو كل الطلاب بدهم يدرسوهم بالصف الاول يدرسوهم بالصف الاول، هلا اذا خلصهم تعطي وزاره التربيه والتعليم إيه. اربع ورقات على كل ورقه علامه انت ماخذ في هاي 100 ماخذ في هاي 90 ماخذ في... بحطهم في وزاره ترصدهم وهو بحطهم عنده هلا بضل عليه الست مواد، كيف بده يحصلهم؟ بده يحصلهم بالصف الث... بالفصل الثاني من الصف الحادي عشر ولا بالفصل الاول من الثاني عشر او الفصل الثاني من الثاني عشر برجع له، انا بعتقد انه اذا احنا بنعطي الطالب هو ليس توجيهي على سنتين هي مواد مفرده، ما في مساقات بمعنى ادبي، علمي، صناعي الى اخره، في مواد مطروحه، الطالب كيف بده ياخذها؟ له مطلق الحريه، هلا اخر ورقه بياخذها بيمتحن فيها هي بتكون تاريخ حصوله على الثانويه العامه، لانه يجب ان تبقى الثانويه العامه مش بس للامر العاطفي اللي انا بحبه، للسمعه التي حصلها، ولا زالت هناك بعض الدول تطلب منك شهاده دراسه ثانويه، اخذت لها مواد بس. فرعيه هيك بيقبلوش، وبالتالي انا رايي انه يتقسم الموضوع الى بمعنى اخر نحول التوجيه الاردني الذي سيبقى اسمه وستبقى له شهاده الى ما يشبه المواد التي تؤخذ في شهاده الشهادات البريطانيه او الى اخره مواد منفصله تجمع. عظيم، بعد الفاصل اعزائي المشاهدين مزيد من اراء ضيوفنا وايضا اراءكم التي ارسلتموها الينا ابقوا معنا. نعود اعزائي المشاهدين مع ضيوفنا ومعكم ايضا وتفاعل تفاعل ارائكم كيف يمكن تعديل نظام التوجيه برايك ابو سلام يقول استبدال امتحان التوجيه بامتحانات تقدم في الجامعه بمعايير تخصصيه يدخل كل طالب التخصص الذي يستحقه بعد صحيح. اجتيازه امتحان الجامعي زيد نظام مقبول ولكن غير عادل صابرين الغاية التوجيه هو الحل ضرار التوجيه صار فاشل كل غش علي او علا علي بس عندي مكتوب مناهج تتلائم مع التطور والتقدم الحاصل سلمان عبر تويتر كيف يمكن تعديل امتحان التوجيه نحو التحليل والاستنتاج دون اصلاح نهج التعليم باكمله الذي يغيب التفكير المستقل يغيب التفكير المستقل والابداعي جاد يقول يبقى التوجيه بنظام الحالي افضل شيء حسن من خلال اتباع اساليب وطرق حديثة تغني عن اساليب التعليم التقليديه، خالد سلامي ان يصبح التوجيه كغيره من الفصول، رمزي يقول حوسبه الامتحانات مرح تخفيف الضغط على الطلاب وتخفيف المناهج مع مراعاه باسئله الامتحان، ينال المشكله ليست بنظام التوجيه، المشكله الحقيقيه هي التسرب والغش والدليل على ان الاوائل بالدوره الشتويه كلهم من المحافظات ولا يوجد الا واحد من عمان، معنا ايضا اتصال من سعاده النائب الدكتور المهندس محمد عشر دوايمه، مساء الخير سعاده النائب. مساء الخير حياكم الله لديكم اليوم مذكرة كم توقيعها مع مجموعة من النواب حول اه امتحانات الثانوية بتضعنا بصورة هذا الجهد لو سمحت بشكل مختصر اه أول بمثل الخير عليك وعلى الأخوة المستمعين اه أنا والله إحنا في التقنية السجية شغال بموضوع التعرف فيه اتصام أمام مجلس النواب كان وكذلك قواعدنا الانتخابية كانت تحدث أنا طبعا الثاني تعد من أكبر دوائر الأردن فهناك عندنا يقل عن 500 شكوى من طلاب بتظلموا انهم هناك مشكله في جمع العلامات الخاصه بهم توجهت لوزير التربيه والتعليم وللأمين العام وزاره التربيه ومدير عام الامتحانات قاموا بتدقيق العديد من الدفاتر واعطوا النتيجه انه ما في اي خلل ولكن خلينا نحكي الواقع في هناك خلل في الموضوع انه لسه الشارع آه المشكله احنا عندنا كمان بشكل عام لا يوجد ثقه بالحكومات المتعاقبه او او بالوزارات آه فلسه الشارع بيقول لك انه احنا مظلومين وفي هناك قضيه واحنا آه وانا كنائب آه خرجت من رحم هذه الامه وانا آه بهمني انه الحقيقه تكون كامله تبنيت اليوم فكرة هو أن تكون هناك جهة محايدة تقوم يعني تقدمت مذكرة وقعت عليها العديد من الأخوة الزملاء المذكرة فحواها هو أن تقوم رئاسة مجلس النواب بمخاطبة الحكومة من أجل تشكيل لجنة محايدة تقوم بفحص بفحص هذا الموضوع آه هذا ممكن يكون بشكل سهل جدا هو موضوع فحص عشوائي، يعني احنا عندنا لا يقل على 500 600 اسم انا بحوزتي هذول هم بيشتكوا انهم آه بتظلموا بموضوع انه الجمع انه هذا ممكن تكون هذه اللجنه تقوم بفحص مجموعه من الدفاتر آه تعينها بنفسها يتأكد من هذا الموضوع، فهذا موضوع برض الشارع اول شيء اذا في حق لابناء الطلاب برجع وفي اثنين اذا يعني بنصف بنصف وزاره التربيه والتعليم وبنصف الطلاب هذا هذا الامر يعني ممكن يكون المنفذ الوحيد لحل هذه الازمه شكرا سعاده نائب الدكتور محمد دكتور مهندس محمد وحنا عشا الدوايمه شكرا لك ورايحين نتابع معك ايضا تطورات هذه المذكره واجابه الحكومه على اقتراحك الطيب دكتور مع الدكتور فايز يعني اول شيء فعلا ما هو رايك بمجمل هذه هل يمكن فعلا انصاف الناس بمذكرات من هذا النوع واعاده تدقيق بشكل يعني عشوائي اختيار عينات حتى نقنع الناس يبدو في شك عند الناس وما زي ما تفضلت الناس بيقولوا الغش السنين الاوائل من المحافظات وفي حالات غش ويعني ماذا تقول دكتور مهند يعني انا ساجاوب على هذا السؤال لكن بصراحه يعني حينما نتحدث عن صوره جديده للثانويه العامه هي القضيه ليست قضيه ترتيب مواد ولا قضية إدارية يعني القضية مش شو ما كان من السيناريوهات هاي أو السيناريو اللي حكاه الدكتور وليد ما في مشكلة هي القضية في مضمون الامتحان هي القضية في في ما قبل المرحلة الثانوية هاي القضية المهمة كيف بتقيم قدرة الوزارة على بدي أحكي لك بدي أحكي لك بصراحة مضمون الامتحان امتحان تحصيلي وإذا بقي الامتحان تحصيلي سيبقى الوضع كما هو عليه حينما نتحدث عن امتحان تحصيلي نتحدث عن ماذا؟ نتحدث عن اه اه امتحانات أسئلة تركز على التذكر واسترجاع المعلومات يعني الطالب بيحفظ المعلومة بيسترجعها في امتحان الثانوية العامة هناك 85% من الطلاب ما بتوافق مع قدراتهم الامتحان التحصيلي وبالتالي ستبقى المشكلة موجودة يعني في بعض الطلاب أنا سألت وبعرف الدكتور وليد والأخ مصطفى أنه لا يستطيع أن يحفظ امتحان التوجيه امتحان حفظ صحيح. لذلك يجب ان يكون هناك اسئله اخرى غير الاسئله التحصيليه طب غير هو أنت القضيه آخر. الان بس اخيرا اول شيء لازم ندخل على مضمون الامتحان لازم ندخل على مضمون الامتحان طب شو اللي ممكن ندخل يعني ليش ما ندخل؟ اقول لك شو ما ندخل نقطة حكاها الدكتور وليد هناك يعني احتجاج كبير من المواطنين حينما يكون السؤال بمستوى مهارات معينة يعني لماذا؟ بده, لماذا؟ بده جهد لأن الطالب يريد علامة هو بفكر إنه بضيع علامته حينما يكون السؤال مش محدد الإجابات بينما السؤال المهارات العليا هو سؤال يعتمد على الفهم وليس على الحفظ وبالتالي يحصل الطالب على على علامته وتقييمه الحقيقي لأنه بصراحة لا معنى ان ياخذ الطالب 99 و9 بالعشره ما في طالب ما في طالب إحنا كنا نعلق على بعض خريجي الدول اللي بياخذوا 99 غلط ما في التقييم علي. الحقيقي ما هاي العلامه مش موجوده ليه لانه في عندك انت 10 دكاءات موجوده لدى الطلبه لذلك التقييم الحقيقي هو تقييم مش مثل التقييم التحصيلي اللي بيكون علامه 99 و9 بالعشره اذا القضيه الاولى ان ندخل على مضمون الامتحان القضيه المهمه انه احنا لازم نعود الطالب على هذه الانواع من الامتحانات أصلي. من الفتره الاولى يعني حتى من مراحل التعليم من الاساسيه ثانية. مش تجي له انت بالتوجيه شوف احنا المشكله الان شو بنسوي احنا من الاول العاشر حفظ. هناك هناك تقويم حقيقي هناك تقويم اداء هناك تقويم من خلال الاوراق العمل بنيجي للتوجيهي امتحان تحصيلي شوف كيف القضيه هاي قضيه كثير مهمه اذا مضمون الامتحان كثير مهم والمواد اللي بتقدم فيها الطالب برضه مهمه هل من المعقول ان يتقدم الطالب من 16 الى 18 ماده طيب. مش معقول اذا ما دام انه في قدره على عمل مضمون تحصيلي جيد مضمون للامتحان بشكل افضل وفي قدرات عند الوزاره في موجوده اللي بتعمل طيب. عليها يعني هو في هو وين هو المشكلة عاد عند الناس مش راحين يتحملوا لا هي يتحملوا المشكلة لا هو المشكلة انه يعني بعض الاحيان الوقت ما بسعى في الوزارة على انها تقوم بهذا يعني انا لما كنت في وزارة التربية والتعليم كان جاهز التصور ليش التصور شمولي ليش ما يا سيدي احنا طلعنا من الحكومة ها هو اجت حكومة انتقالية عرفت كيف الآن الحكومه الانتقاليه لا. لا. لديها اعمال كثيره لديها اداره الامتحان يا, صراحة دكتور. ما فيها يا مجال. معالي الدكتور الدكتور بقول لك لما انا كنت في وزاره التربيه والتعليم مجلس التربيه والتعليم هذا مجلس عالي المفروض طبعاً. طبعاً. اتفق على ما على صحيح. شيء وانت معاليك بتقول اتفقتوا على شيء وكان جاهز واضح انه ما في تراكم في العمل تفضل في معنا يعني حقيقه المشكله ليست في الافكار التي تطرح المشكله تكمن في تنفيذ هذه الافكار على أرض الواقع في مدارسنا يوجد هناك بطاقة الطالب من الصف الأول وحتى الصف الرابع هذه البطاقة يضع عليها مرب الصف والمعلم وصف الأداء للطالب هاي لا تعبأ حقيقة في هناك أيضا بطاقة للطالب هذه البطاقة فيها مسألة تقويم الطالب في العناصر الغير معرفية وموضوع المستويات مقبول جيد جيد جدا ممتاز هاي تعبأ خلال خمس دقائق دون أن يكون هناك حقيقة موضوع هناك سجل ومراجعة لتقييم الطالب بشكل دقيق نعود إلى الثانوية العامة في هذا الجانب الثانوية العامة كل الأفكار اللي طرحت والتصورات لمراجعة امتحان الثانوية العامة لا نقول بالمطلق أنه أي واحد منها خاطئ قد نأخذ من كل واحد منها ما هو إيجابي ونجمع, ونجمع. ونخرج بخطة تعيد للثانوي العام هيبته وسمعته بس أيضا علينا أن نشخص الخلل في امتحان الثانوي العام هناك عاملين عامل الأسئلة هناك أيضا نتيجة تطور التكنولوجيا والتقنيات أصبحت الأسئلة تسرب أسئلة الثانوية العامة تسرب. يبدأ الامتحان الساعة العاشرة بعد العاشرة في دقيقة أو دقيقتين تخرج أوراق الامتحان أو بعد نصف ساعة وتحل وتبعث للطلب عبر وسائل التكنولوجيا المتطورة أنا مع ما ذكر الدكتور وليد أنه في الصين موجود بوليس للإمتحانات لضبط الإمتحانات هناك أجهزة تمنع تشويش على, تشويش على الأجهزة على خلينا نفكر في قضايا أخرى أنه تضبط هذا الإمتحان وتعيد هيبته من حيث ضبط قاعات الإمتحان هناك أفكار عدة طرحت يعني دمجة. طرحت كثير أفكار أفكار و... عدة مسألة الوزارة طرحت نظام الحزم أعتقد لكن لما جينا نطبق نظام الحزم على ارض الواقع ما قدرنا، وانا كنت في المدرسه. جو الطلاب بدهم تاريخ، ما فيش معلم تاريخ. جينا بدنا نخلي الطلاب يختار ماده، مدرسه ثانيه ما فيها هذا المعلم او في ما فيش غرفه يعني. صفيه. على ارض الواقع في مشاكل. اذا الافكار قبل ان نضع الافكار ونسيغها على اوراق، يجب لها. ان نفكر بتوفر الامكانيات، وهنا امكانيات ماديه وبشريه وزمانية كمان ومدربه. قادرة على ترجمة وتنفيذ هذه الأفكار على أرض الواقع شكرا. ويمكن لنا ذلك إذا ما توفرت الإرادة حقيقة والتوجه السليم نحو النهوض بالعملية التعليمية والثانوية العامة جزء لا يتجزأ من المرحلة التعليمية المراحل التعليمية التعليمي في الأردن المنظومة التربوية أنا, التربية. أنا هون عندي ملاحظة من الإعداد دكتور وليد المعاني والدكتور فايز السعودي كنتم في 1 مايو 2012 متفقين تقريبا على السيناريو الخامس والنقابة تحفظت على واحد 5/2012 نقابة حفظت على السيناريو الخامس يعني بعد كل هذا التجربه بعد اللي بيصير اليوم شفنا السنه هاي حالات الغش وهي ليست ارتباط بالسيناريو لكن اما ان, أن نخرج بشيء حقيقي وماذا تقول لوزير التربيه والتعليم الحالي والقادم ما هو مطلوب؟ ما هو المطلوب ما هو المطلوب علي مطلوب؟ والله سيدي انا يعني شوف الناس بخافوا من التغيير لانه اريح إشي للناس هو بقى. الحال الوضع الحالي والناس يترددوا في احيانا اتخاذ القرارات خوفا من الوقوع في الخطا وفي اخرين يعارضوا اتخاذ القرارات للحفاظ على المكاسب المعنويه على الاقل وبالتالي احنا يجب اول شيء انه ندرك انه في مشكله والمشكله كل مالها قاعده بتزيد وفي حلول موجوده ومقترحه ومطروحه يجب أن تعطى وزارة التربية والتعليم مدة بمع... مش التيميتم يعني أو أنه خلال هذا الفصل يجب الخروج بشيء يتوافق عليه الناس، الأفكار كلها موجودة، الدراسات كلها موجودة، الطلاب رأيهم معروف إلى آخره، يجب أن الناس يطلعوا ويبلشوا، لأنه زي ما حكى معالي الدكتور فايز أنا بدي أغير المناهج وادخل فيها ما يسمح لي باني انا اقدر اقيس المهارات اللي اكتسبها الطالب فيها، بجوز الحشو الكتب ال 500 صفحه و400 صفحه بتعيق هذا العمل هذا بتعيق هذا صحيح. العمل، ليش الصحي كان 17 م. ماده يقدم يعني انا المفروض انه ما يزيد عن يعني 10 مواد ولا 11 ماده ولا تسع مواد، مين هو الطالب اللي بده يقدم امتحانات 31 يوم ولا شهر وراء بعضه؟ هذا ما لا يجري في العالم، احنا اخترعنا التوجيهي بمعنى صنعنا وكبرنا وصار زي الوحش اللي بده هلا باختصار معالي ابو طارق عشان ضل عندي دقيقتين للزملاء انت مطمن على وضع التربيه والتعليم بالاردن؟ اعتقد انه موجود في التربيه والتعليم رجال لن يسمحوا للتربيه والتعليم ان تسير الى ما تخشى انا بعتقد في ناس موجودين سيحافظوا على التربيه والتعليم انما يحتاج الامر الى اعاده توجيه المسار دكتور فايز يعني انا سريعا يعني هو نهايه البرنامج التوجيهي وضعه النقاط الايجابيه والسلبيه معروفه هناك وثائق موجوده في وزاره التربيه والتعليم مشخصه وفي تحليل دقيق للموضوع الان نحتاج الى التطبيق تطبيق البرنامج الموجود من خلال جلسه يمكن سريعه بتتم احنا هاي توصيتنا وتوجيهاتنا للوزير اللي بده يكون وزير تربيه وتعليم جديد او الدكتور وجيه ان يبدا بالاستفاده من الوثائق التي تراكمت في وزاره التربيه والتعليم من اجل وضع تصور للثانويه العامه يتم تطبيقه مباشره وان يكون عمليه التطبيق عمليه تكامليه ليست مرتبطه في امتحان فقط مرتبطه في حتى في التعليم العام والتعليم العالي <applause> كمان يجب أن يكون هناك في في دور للجامعات فيما يتعلق في قبول الطلبة في الجامعات، لذلك أنا أعتقد إنه النظر لتطوير التعليم بشكل شامل ومن ضمن امتحان الثانوي العام كأسلوب تقويمي من أجل فرز الطلاب وتوجيههم إلى دراسات معينة قضية كثير مهمة ويجب أن تتعاون وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي في ذلك. أبو عمر أقول نحن في سباق إذا ما توافرت الإرادة حقيقة صادقة. يمكن لنا ان نطور ولا بد من كما اشار لذلك جلاله الملك لا بد من وضع تصور شمولي يشارك به كل الاطراف المعنيه مؤسسات مجتمع مدني، وزاره التربيه والتعليم، جامعات، اكاديميين، اولياء امور، طلبه لوضع تصور شمولي النهوض بالعمليه التربويه برمتها هذا هو المخرج. شكرا. المزيد من آراء الناس ليث يقول أسأل معي دكتور يد معاني شو سر نجاحه وما هي أفضل طريقة تخطى التوجيه بأفضل علامات شيرين عبر تويتر تقويم حقيقي لا يمكن تطبيقه في الثانويه التقويم الحقيقي فعلا لا يسمح بوصول الطلبه ذوي القدرات المتدنيه للفروع الثانويه الاكاديميه مقداد عياصر انا اقترح استبداله بامتحان مستوى حسب اتجاهات الطلبه رائد عبر تويتر لماذا لا يتم تطوير امتحان توجيه باستخدام الحاسوب كما في فحوصات الرخصه عبود نظام لا يمكن تطبيقه حاليا لانه لم يحظى برضا معظم اولياء الامور وفاء الحل الوحيد هو امتحان قبول في الجامعه يكون مستويات عاليه صلاح وصل التوجيه النخبه والناس مش شغل دراسة توجيه المهن والأعمال الأخرى تزيد وآراء كثيرة من إيمان وسلامة وأيضا باسم إلغاء التوجيه لأنه إذا بظل التوجيه راح الطلاب يظلوا يفكروا بالغش تيم عبر الرسالة النصية يقول سؤال بخصوص دقة الترحيل وإدخال العلامات إلى الحاسب ماذا بخصوص الأرقام المعكوسة هذه ربما بحاجة لحرقة خاصة إحنا بنشكر ضيوفنا معالي الدكتور وليد المعاني وزير التربيه والتعليم والتعليم العالي الاسبق، معالي الدكتور فايز سعودي وزير التربيه الاسبق، سعاده النائب الاستاذ مصطفى رواجي نقيب المعلمين وعضو مجلس النواب، شكرا لكم وان شاء الله يعني هالتربيه والتعليم ترجع زي ما سبه. كانت الكتب خفيف حملها وكانت آه. معدلات الناس ونجاحهم صحيح. جيد صحيح. زمان كيبه. قبل ما تكون الحقيبه تقطع ظهر الطالب ايام جميله، أي شكرا لكم اعزائي المشاهدين في رعايه الله.